علاقتكم اليوم مع القوة اللبنانية؟ جنن. عبر مثال هيك مش لهد مش هيك سوري مش لهالدرجة. ما في علاقة. في نوع من التطبيع هيك يعني نحن معترفين فيهم وهن معترفين فينا. بنلتقي اوقات بلجان مختصة بالرابطة المارونية، التقينا بفترات مشان نعالج المشاكل كانت على الارض. نعم. عالجناها. التقيته مرة عند البطرك باللقاء ببتركي باللقاء المسيحي لما دخل فجأة الدكتور سمير جعجع وكنت موجود. شو صار؟ شو حسيت بوقتها؟ يعني اول شيء تفاجأت كثير، مش متوقع كنت انه يفوت، مش متوقع انه يدخل احد على الاجتماع، على اساس اجتماع مغلق. لا تفاجأت لما دخل. طبعا بالبدايه ارتبكت، ويعني اذا بدي احكي بصراحه ما بدي ارتبكت بالبدايه لاول مره. في احداث اليمه كثير صايره. في يعني في شيء من الخلاف الشخصي الى جانب ترددت انك تسلم عليه؟ لا بولا لحظه، بولا لحظه، لاني اول شيء تهذيبي لبيتي وتهذيبي بمدرستي السياسيه، وثاني شيء المكان اللي انا موجود فيه، يعني ولا لحظه كان عندي تردد. البعض افتكر انه مش رح سلم او انه هذا الشيء رح يسبب لي مشكله او احراج مع سليمان فرنجي او مع القاعده الشعبيه. بالعكس تمام، انا بعرف كيف بتفكر القاعده الشعبيه وبعرف كيف بفكر سليمان فرنجي. لا سلمت، بس ما كنت حب انه يكون في اكثر من سلام. بعد نيلك إجازة بإدارة الأعمال من الجامعة اليسوعية، تسلمت مكتب شباب المرضى من 89 ل 92، وبعدها إدارة مؤسسة المرضى سنة 92، وبحكم مسؤولياتك اهتميت بملفات اجتماعية إنمائية وسياسية كثيرة، ومن بين هالملفات طلب شغل تحول لطلب زواج. شو صار بوقتها؟ طلب من النظرة الأولى ولا حب من النظرة الأولى؟ لا يعني طلب. اول مره تعرفت على مرتي كانت عم تطلب مني شغله، انه كونها هي مرتي من بيت فرنجي، من تانيا فرنجي. كانت عم تطلب مني شغله بمحل بشغلها هي. حاولت اني ساعدها وتعرفت عليها. لما بلشت بالعلاقه ما كنت مفتكر انه رح نوصل للزواج، ولا هي يمكن مفتكره انه رح نوصل للزواج. مع الوقت يعني صار في تزوجت عن حب، مش عن يعني مش تزوجت انه انا لازم اتزوج او انه لازم هلا خلص صار لازم اختار البنت اللي بتناسبني. لا تزوجت عن حب. يعني قصة اخذت مركز الوظيفه؟ لا ترك الوظيفه. تركت مركز الوظيفه، اعطاها وظيفه ثانيه. يوسف سعاده، بما انه عائلتكم بتحبت فرنجيه من قبل وللموت، ويوسف سعاده وانترفيو للموت. يوسف سعادة، أنت مع سليمان بيك للموت؟ يعني كلمة للموت كبيرة، بحبه كثير وأنا معه للآخر. إنه اليوم هيك في شعارات كثير بلبنان، أنا للموت، ما بيفرقنا إلا الموت. بتصور كلام كبير. أنا مع سليمان فرنجية للآخر، وإذا تركت سليمان فرنجية ببطل سياسي. أنت مع لبنان للموت؟ إيه طبعًا طبعًا. أنت ضد إسرائيل للموت؟ طبعًا. يعني انت مع التحالف بين التيار والمرضى للموت؟ كمان بشوف انه هذا التحالف بيعطي دفع كبير للمسيحيين انه يكونوا شركاء بالبلد، مش انه يتعدوا على طوائف اخرى، بس يكونوا شركاء باداره البلد. من هيك انا معه لهذا التحالف. انت ضد القوات اللبنانيه للموت؟ لا مش ضد حدا للموت، ضد بلبنان. ضد، مش مع القوات اللبنانيه، وما بحب، ما بايد سياستهم. في بعد خلاف رواسب شخصيه بعد ما انتهيت، بس مش للموت. يعني كلمه للموت فعلا كبيره. انت ضد اسئله حديث البلد للموت؟ انا معك انت للموت. شوف صادرين شو معاه لك الليلة. صادرين ضيع كثير. شو مكتوب على كارتك؟ أنت معلق رياضي لمباراة كرة قدم لمدة دقيقة. بس دقيقة طويلة. لا دقيقة، هلا بتشوف بس ضوي الكاميرا بتلاقيها مرقت لدقيقة. بس بتفرجيني ماتش. رح امرق لك البلاير، بتشوفه وبتعلق عليه. اوكي حجرب. يلا.
بلش يلا. اللاعبين عم بيحموا هلا، عم نشوف فريق الابيض وقع لحاله احد الوزراء، طابع حاليا مع هجوم للفريق الابيض للاسف للاسف ما استفاد. طابع مع رئيس الحريري عم بيحاول يمررها مقطوعه من النائب علي عون، كثير محاوله حلوه من الرئيس الحريري بس فاشله فاشله كانت. عم نشوف الوزير محمد رحاله وقع وقع ما فينا نقول ليش. النائب علي بزي بيرفع كره لخارج الملعب. طب هلا استراحه، لاعبين كثير تعبانين على الوقعات. مشهد حلو بيروح بيعبر عن روح رياضيه بين سيمون ابي رميا وعلي بزي. طابي مع علي عون وحده هو الحارس، لكن اكرم كان شاطر على فكره. هي الطابي انا اعطيته اياها لامان. الكره مع كمان مع علي عون، يعني المشهد مش المباراة مش كثير حماسية لدرجة انه الواحد يقدر يعلق عليها بشكل مستمر. وقعة جديدة لكن حنعمل جهد.